تنفيذا للمخطط العام للاتصال المسطر من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، نظمت زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام الوطنية للمدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان بمساعدة حضرها عن التلفزيون فؤاد سبوتة. شكلت زيارة المدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان فرصة لوسائل الإعلام للإطلاع عن قرب عن مهام وإمكانيات المدرسة التابعة للقوات البرية تخصص سلاح مدفعية الميدان. قائد المدرسة العميد بشير الهاشمي أكد على دور وسائل الإعلام في إبراز مهام المدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان لعموم المواطنين. لقد ارتأت المؤسسة العسكرية إلى عناية خاصة لهذا الجانب، إدراكا منها لدور وأهمية الإعلام والاتصال في إبراز الصورة السامية والمشرفة للجيش الوطني الشعبي، وهذا من خلال تسطير برنامج سنوي في إطار مخطط الاتصال للتعريف بمؤسسات وهياكل الجيش الوطني الشعبي. ولأن التكوين المستمر يشكل أولوية بالنسبة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، فإن المناهج الجديدة المعتمدة بالمدرسة تتماشى متطلبات المعارك الحربية والتطور الحاصل في مجال السلاح. الهدف الأساسي من تنظيم هذه الزيارة الموجهة هو إقامة علاقات دائمة متينة ومفيدة مع هذه الوسائل الإعلامية لإفادة الشعب الجزائري بما يقدمه الجيش الوطني الشعبي للشباب الجزائري من دورات تكوينية رافعة المستوى ومسار مهني لترسيخ الروح الوطنية في حماة الوطن. التمارين الميدانية الاستعراضية عكست جاهزية القوات البرية في التدخل السريع واستعمال الأسلحة والمعدات الحربية المتطورة، بما يعكس شعار المدرسة: تكوين، تحكم، مواكبة.